الأمور اليوم لا تبدو سهلة. سيحتاج إلى انتصار في هذه المباراة من أجل ضمان المرور العبور إلى الدور المقبل وتجاوز دور المجموعات. مهمة الفريق أن يكون في أفضل حالاته بالتأكيد. الجماهير الحاضرة اللي توازن الفريق حتى من وقت مبكر نشاهد حماسة، سيكون له دافع كبير على اللاعبين، لكن كلما تأخر الهدف سيكون الضغط أكثر عليهم وهم مطالبين بنتيجة واحدة تمكنهم من التأهل، لا الانتصار ولا غيره. لا شك أيضا النوب هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات. له الله على الفرصة تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. التألق على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. الركنية الأولى في المباراة. مرت الكرة بشكل جميل. الآن فرصة لهجوم معاكس. هذه هي كرة القدم. كرة من جهة اليمين. ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. يحاول أن يلعب كرة بينية وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. هذه لعبة خطيرة هنا. مرت الكرة. يرسلها داخل 18. إبعاد الكرة. لوحده بمجهود فردي تحرك. يحاول فك شفرة تسديدة في اتجاه المرمى. لعبة في منتهى الروعة. وضعت في المرمى بشكل جميل. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. كانت هناك مساحات في الدفاع نجحوا في استغلالها بشكل رائع. وصلوا للمرمى بسهولة بعد ذلك. After 28 minutes is number 11. نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. لم يكن هناك تركيز في هذه اللعبة في هذه الكرة بكل تأكيد، وإلا لكانت النتيجة مختلفة. والآن لديه فرصة. كان يعرف أنه لا بد أن يتدخل. ردة فعل سريعة ودفاع مبهر في الحقيقة. ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، وحتى الآن منافس بدون ركنيات. تسديدة من أول لمسة. دفاع رائع هنا يستحق التحية بصراحة. مثل هذه اللقطات تكون ملهمة للكثير من المدافعين. الركنية الثانية في المباراة والخصم بدون ركنيات حتى الآن. على الطاير. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. يحاول تمريرها من بين المدافعين بدون مخاطرة. يعود بالكرة. تمريرات رائعة وقصيرة بين اللاعبين. الله ما أروع هذه اللعبة. ممتاز في التحكم. يجب أن يشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع.
وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم. الآن سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. هل من عودة للشوط الثاني؟ عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة. ليست هناك حلول عديدة على الفريق أن يبذل كل ما لديه في الشوط الثاني من المباراة. هذه هي الفرصة الأخيرة من أجل العودة. تمريرة مرة أخرى للوسط، وصلت إليه، يقطع الكرة، هجمة مرتدة الآن، لمسة على اليسار، كرة تعود للخلف. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعبها ببراعة. The attendance for this match was 72,306. ممتاز في التمرير. تغيير لاعب على الأجناب. بينية رائعة. كرة عرضية. يشير الحكم إلى كورنر. Substitution on the field. Number 14. يتوقف اللاعب الآن. سيتم إجراء تغيير. Number 15. يبحث عن المهاجم. الآن محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. يمر ويلعب كرة بينية. لا أعتقد أنهم يستحقون هذه الخسارة اليوم. قدموا كل شيء تقريبا، لم يكن عندهم نواقص مع الخصم، لكنهم لم يكونوا أيضا محظوظين. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. في منتهى الروعة. هدف رائع بعد تمريرات جميلة. سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين أفراد الفريق. نقل الكرة هنا يبدو سهل، ولكنه يحتاج إلى عمل كبير. هدفين مبهرين لا شيء. تقدم هدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كرة تعود إلى منتصف الملعب. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. Substitution on the field. Number 9. Coming on the field is number 25. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة إلى الأمام. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة، والآن بإمكانهم تنفس السعداء. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة وتمنعها العارضة. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. بهذه النتيجة يغادرون البطولة. لم يظهروا أي نوع من العزيمة. عندما كانت الخسارة قريبة منهم ببساطة الأداء لم يكن مقنع. لم يكن